بكي صبحتوا صديقاتي اصدقائي، كلشي بخير. نتمنى تكونوا كاملين بالف خير وعلى خير. اليوم حبيبتي جيت ندير معكم او نشارككم او نبارطاجي معكم واحد نوتيلا كيتونية. جاتني لقانة ديال الشوكولات نبقى ندهنو فوق الخبز الكيتوني، وقلت علاش لا ما نحرموش راسنا في هذا الدايت، كناكلو كلشي البنات. اذا ولكن بطريقه ريجيم ديال الكيتوني. اذا شنو عندي هنا في المحتويات ديال هاد الكريمة ديال الشوكولات بحال نوتيلا؟ عندي واحد البكية ديال الشوكولا 99% ديال الكاكاو دارك نواغ، يعني مر ما فيهش تقطرة السكر. عندي شوية ديال واحد الرويز ديال المعلقة ديال الكافي نسكافي، انا عندي هاد جولد كتجي شوية خفيفة ماشي مجهدة بزاف. عندي القشدة الطارية هذه ديال الطبخة البنات، حتى هي غادي نديرها، ما عنديش ديك ديال الخفق ولكن غندير بلاصتها هذيك. هذه فيها 200 ملل قشده طريه. عندي 100 غرام ديال الزبده البلديه، وعندي ربع كاس ديال زيت ارغان. زيت ارغان بحال زيت اللوز، يعني زيت غزاله غنيه على التعريف. عندي كاس معمر كاس الا ربع ديال السكر ستيفيا، عندي كاس قريب يعمر ديال بودرة الشوكولا المر، عندي واحد نص معلقة ديال الفانيلا، وعندي بندق الروح ديال البندق. إذا ندير فيه واحد شوية باش نزيدو معاه الفانيلا باش يعطيني النكهة هاد البندق. وعندي 100 غرام ديال الكركاع اللي حمرتو قشرتو، غادي نطحنو دابا غادي نرد الشوكولاط بان ماغي ونطحن هذا وانتوما معايا. ديال حبيباتي طحنت داك هنايا داك الكركاع مع داك الزيت ديال الاملو، ودرت فيه شويه ديال داك البندق الروح ديال البندق، وزدت له واحد نص معلقه ديال الفانيلا. دابا غادي نعاود نبطيها باش يتحرك الفانيلا مع هادشي. دابا طحن مزيان البنات، شوفوا كي راه داير كيولى بحال كريمه. وهنا ذوبت ديك الشوكولات مع الزبده، دابا غنزيد له الكاوبيل والقهوه والسكر ستيفيا. سكر ستيفيا حتى نحطو من النار عاد نزيد له سكر ستيفيا لان ونزيد له ديك الساعه ستيفيا لان داخله في الكيتو. ما كنديروش حنا السكر عادي، كنديرو سكر ستيفيا ديال النبته ستيفيا، كنت ديجا حكيت لكم عليها وريتكم كي دايره. وغادي يمكن نحطو من النار غنزيد له القشده الطريه وصافي. وحنا الشوكولا ديالنا نعاود نباطيه كلشي هنايا وحنا سالينا. اذا دابا ذوبت الشوكولاط غادي نزيد له هذا الغبره. من بعد نزيد له قشدة الطارية، نبقى نزيد له قشدة بشوية بشوية البنات. إذا غندير له ديك القهوة باش تذوب هنايا والقشدة. وحنا انهينا العمل ديالنا، من بعد كي غادي ندوب هاد المحتويات كاملين ونرجع معكم. يلا حبيباتي ما تمشيو لا، يبقاو معايا. دابا حبيباتي وجدنا المسائل ديالنا، غادي نحطها هنايا. الشكلاط داب، شوفوا كي جا اللمعه ديالو غزاله. دابا غادي نضيفو معاه هاد الكركاع اللي طحنت هنايا، وغادي نعمر القريعه ديالي. واللي شاط غنديرو في طويسه نديرو في كونجيلاتور، لان شوكولات نواغ البنات. اذا ذوبت دابا غادي نباطي كلشي مع هذاك الاخر صافي. وديك الساعه غنديرو فقرا نزيد نباطيه. اللي عنده هاد اللي ما عندوش هاد البغا يدير الدراب الكهربائي، المهم خصو يتطحن مزيان وصافي. المذاق ما نقولكمش البنات، وندير نوتيلا وديك الشويه ديال بين الحلاوه والمروره ديال الاخر نتاع الشيكولا، رائع جدا. عفوا دابا غادي نباطي شويه ونرجع لكم، بغيت ندير لكم الصداع ولا خليكم. Thank you.
شتي النوتيلا غزال صراحة. كتاكلو الشوكولات طبيعي 100% بيو، 100 ما فيه لا مواد حافظة لا حتى شي حاجة. صافي، وهذا ما كنحرمش راسي، واخا راني في الريجيم كناكل الشوكولات، كناكل ندهن لي بانكيك ديالي، ندهن الخبز، ندهن لي كوفخ ديالي، اي حاجه بغيتها ندهنها كندهنها البنات. وحنا سالينا دابا حبيباتي، شوفوا كي شوفوا اللمعه كي دايره، اللمعه 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 غزاله. اذا غادي نكب القياس ديالي، راه غادي يبرد غادي يقصح، ولا غادي نخلي في القرعه. وداك الشيء اللي شاط ليه البنات غنديرو في طويصه صغيره ونديرو في كونجيلاتور، لان باش نستعمل هذا وهذا ما يضيعش. وانتم الكميه اللي كيدير لنا. وها هو الشوكولاط ديالنا، رائع بزاف، غادي نذوقو حقكم في الجنه. وديروه بسم الله. رائع البنات، هذا القرقاع وزيت املو، اوف عطاه واحد الطعم ما نقولكمش. ديك الزبده بلديه عاوتاني عطاته اللمعان، شوفوا شوفوا ما شهيتكم فيه. غزال غزال غزال. اذا ما كتحرميش راسك، الشيكولا نواخ مره محلوش بزاف، والمذاق هائل جدا، الطعم هائل جدا، جربوه ما تندموش عليه. هذا صحي، واخا الناس اللي ما كديش الريجيم صحي. النكهه ديال البندق، القلقاع مع ديك النسمه اللي درت له ديال الروح ديال البندق، عطى ريحه البندق ما نقولكمش البنات، هائله جدا. كنصحكم تجربوها، راها صحيه احسن ما تشري نوتيلا من السوق. ماشي كنضرب في نوتيلا، ولكن حنا ما عارفينش شنو كاين في المحتويات ديالها. هذه نوتيلا منزليه كيتونيه، صالحه للدراري الوليدات ديالكم، صحيه 100%، فيها ليزانيمون كلهم صحيين، زيت اركان غنيه على التعريف بالفوائد، الزبده بلديه كذلك مثال، والقشده الطريه راها حتى هي دهنيات، يعني مسائل اللي هي صحيه. اللي بغيت نقول لكم البنات هو ان هاد الشوكولاط هذا ما حدو سخون، ما تغطيوهش، خليوه هكذا حتى يبرد عريان، باش ما يرجعلوش داك الصهد ديالو ويخسر ويدير ديك التعفن. اذا خليوه حتى يبرد توتالمون، عاد شدوه وديروه في الثلاجه ديالكم، وهو تما جاهز للاكل للاستعمال. ديريه على لاطاخت، ديريه على اي حاجه بغيتي ديريه، تزيني بها اي حاجه بغيتي ديريها، لي غلاس نيمبورت كوا، اي حاجه بغيتي تاكليها بطعم الشوكولا تزينيها بها. ويصلح للوليدات الفطور في الصباح، يعني هائل جدا، بيو 100%، عارفه شنو درتي فيه، بدون ماده حافظه، لان المواد الحافظه هي خطيره جدا، هي مسلطنه الا بغينا نقولوا ان صح التعبير. اذا هذا كيتسمى نوتيلا منزليه، رائع للوليدات والاسره والناس الحميه اللي ما بغاش تغلط، كذلك مثال بالنسبه للكيتو. اما الاخرين فهي غادي تغلط طبيعي الحال، لان فيها دهون، فيها الزبده، فيها الزيت، يعني راكو عارفه الشوكولاته هو فيه الدهون، دونك الانسان ما يكثرش منه. ولكن بالنسبه للكيتو راها مناسب جدا، داخل في الحميه الكيتونيه. اذا حبيباتي خليتكم على خير، بالف هنه وصحه ان شاء الله. نتمنى تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير ديالكم كيجاكم المذاق ديالو، خاصه ديك النكهه ديال السكر ستيفيا عطاتو واحد الطعم فشكال. المهم نتوما كيف غادي تجربوه، وردوا عليا الاخبار وجاوبوني في لي كومونتير. ما تنساوش تابوناو وديروا لايك وتابوناو عندنا في القناه ديالنا. وكنشكر جميع اللي انضموا الينا، الاخوات والاخوه اللي انضموا الى القناه ديالنا، قناه طاوله الطبخ مع لطيفه وسعيده. نتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم، والناس القدامين هذه راه قناتكم والدار ديالكم، بلا ما نقول لكم مرحبا، راكم نتوما مالين الدار. يلا حبيباتي، السلام عليكم.